السلام عليكم. بون عندنا باك 2015 قال لك اثمن جدول الوصلات الحركيه، طانا القطع وطانا اسم الوصله وطانا الرمز وطانا الوسيله. صح، كي يعطيك هذا الطابلو اول حاجه ديرها تحط قدامك الرسم هذا والطابلو هذا. الطابلو هذا تسحقه دي فوا يعطيك قطع كيما نقولوا ما تعرفش اسم هو التواحم، تسمى تستعين بهذا الطابلو باش تجبد الاسم تاعو. صح، نروحو نشوفو واش عطانا. عطانا القطع، عطانا 27 و4. قالك عطيني اسم الوصلة والرمز والوسيلة. صح، نروحو نشوفو أول حاجة وراهي 4 وراهي 27. 4 هاي ليك 4، 4 اللي هي هذا العمود. شوفو هنايا 4 هاوليك عمود خروج. صح، هاوليك في الطابلو. و 27، 27 شوفو هنايا 27 شنو هي؟ 27 عجلة مسننة. كي تلقى باينة تجي في بالك عندك عمود وعندك عجلة مسننة. حنا باش نفيكسو هذيك المسننة كنا نديرو الخابور و نديرو دوك الحواجز باش تولي عندنا وصلة اندماجية. دونك كي لقينا كي شفنا بلي كاين عمود مسننة تجي في بالنا بلي وصلة اندماجية. نجو نشوفو هنا في الرسم، نشوفو عطانا العمود 4 يتسمى هذا العمود والقطعة 27، 27 هاي ليك 27 هي المسننة هذه، هذه المسننة. احنا كنا موالفين نشوفو العمود كيما هذا مثلا، عمود مع المسننة عندنا له الخابور هنا حلقة مرنة من هي كاتب باش تولي عندنا الوصلة الاندماجية. صح، دونك عندنا وصلة اندماجية بصح الوسيلة ما عندناش الخابور والحلقة مرنة والكاتب. احنا كنجي تلاحظ هنايا، جيت لاحظ هنا تلقى كاين توافق، هذا التوافق بالشد تسمى هذيك شغل انا مدخلينها فورسي. تسمى هنا ما عندناش خابور ولا نديرو ديريكت، عندنا الوسيله عندنا توافق بالشد. صح، نروحو شوفو هنايا اسم الوصله قلنا عندنا وصله اندماجيه. اندماجية الرمز تاع الاندماجية هاوليك. صح، الوسيلة قلنا عندها توافق بالشد. تسمى واش راح نكتبو؟ نكتبو الوسيلة توافق بالشد. توافق بالشد. صح، دونك نروحو دوزيام. قلنا قطع عندنا 1 و 12، نروحو نشوفو وين راه الواحد وراه 12. 12 هاوليك 12 هاوليك اللي هو العمود. نشوفو هنا في الطابلو شنو هو 12، هاوليك عمود المحرك. صح، والواحد هاوليك الواحد، واحد هو الهيكل. نشوفو هنا الواحد هاوليك هو تقريبا هيكل، هو اسمه هنا نصف كارتر. صح، هو نقوله الهيكل. صح، هذا الواحد، هذا الواحد او كامل لو هنايا واحد، هذا نفس الشيء رام الكوتي اللي من هيه. صح، هذا قاع واحد، هذا ام فيكسي، هذا فيكس، هذا هيكل ثابت والحابس ما يتحركش. صح، نشوفه قال لك الواحد و 12، 12 هو عمود، عمود هذا واش ايش صرا له العمود هذا؟ العمود يدور مادام كاين حركة، هذا مفيكسي وهذا دوران، يتسمى كاين وصلة متمحورة. كي يكون كاين دوران سطح مفيكسي وسطح يدور ولا نقولوا قطعة ثابتة وقطعة تدور، كاينة وصلة متمحورة. صح، نجو نشوفو واش كاين. شوفوا بلي قال لك هنا سي بون عرفنا بلي وصله متمحوره والرمز. قال لك الوسيله، الوسيله كنجيو نشوفوا هنايا حاجه اللي تربط لنا بين 12 والهيكل، هذا الهيكل تاعنا الرقم واحد، الحاجه اللي تربط لنا شغل علاقه مباشره معها مع العمود 12. نجيو نشوفوا بلي هذا وليك هاوليك قال واحد هاوليك العمود
12. شوف نشوفوا في كوتي هذه نلقاو بلي كاينه مدحرجه، صح؟ طيب مدحرجه، مدحرجه توجه لنا العمود في الدوره، صح؟ عندنا منا قلنا كاين مدحرجه، هاي ليك عندها كيما نقولوا التماس مباشر بيناتهم. نشوفوا في كوتي من لهيه نلقاو ثاني كاين مدحرجه، صح؟ انا لقينا الوسيله، الوسيله رانا لقيناها. هاوليك هذا العمود نديروه بخط برك باش تعرفوا. هاوليك العمود هذا، هذا العمود تاعنا 12، حاجه اللي تربط لنا بين ولا العلاقه اللي كاينه بين الواحد و 12. كاين حركه تاع دوران تما، كاينه وصله متمحوره، والوسيله عندنا لقينا مدحرجات. دونك نقدروا نكتبوا مدحرجات ولا نكتبوا مدحرجتين، خاطرش هنا كاين زوج انواع ولا مدحرجتين مختلفتين. نجيو نشوفوا هنايا نلقاو مدحرجه هذه رقم تاعها 13، نجيو نشوفوا هنايا نلقاو مدحرجه تاعها رقم 11. نكتبوا مدحرجتين 13 و 11. قلنا الوسيله عندنا متمحوره، متمحوره متمحورة، نديرو غير هكا. فوالا قلنا الوسيلة عندنا مدحرجتين، عندنا 13 و 11. نديرو مدحرجتين ولا مدحرجات ولا مدحرجات. مدحرجات قلنا 13 و 11، خلينا نصغروا الكتبة باش تجينا في الكاري. و احنا نديرو و صح. نروحوا للاخر، قال لك الواحد، الواحد هانا ديجا انا خادمينه ومشطبوه، هو زعما نقولوا الهيكل هذا الواحد، صح؟ و21، 21 وين راح؟ هاي ليك ال21، 21 هذا الغطاء. شوفوا هنا ال21، 21 غطاء، صح؟ قال لك عطيني الوصله لي زعما العلاقه اللي بين ال21 والواحد، 21 والواحد. شوفوا بلي كاينه ان الوصله، كاينه وصله اندماجيه. كاين اللي يقول لي كيفاه اندماجيه، نجو نشوفو. هاوليك هذا واحد، هاوليك 21. نجو نشوفو هنا، هايليك الاخر تاع البرغي اللي يركب هنايا. شوف البرغي، البرغي يركب هنا. شوف هذه 25، 25 شوفو في الطابلو وشنو هي 25. شوف هذا واحد، هذا كامل واحد، وهذا 21، هذا الغطاء. شوف هنا 25 واش تلقى هنايا، 25 هاوليك برغي اسطواني بتجويف تجويف سداسي. لا برغي تسمى كاينه وصله اندماجيه، اسم الوصله اندماجيه. اندماجيه رمز الوصله. الوسيله عندنا برغي، برغي نديرو الرقم تاعو 25، نديرو برغي 25، برغي 25. هذه هي، وتكون كملت الاكزو تاعك. والسلام عليكم.